شكرا مرة أخرى. نبغي نأكد على الكلام اللي تقدم به الأخ عبد اللطيف بن يعقوب ابن هذه المدينة ومثل ساكنة الرباط في البرلمان المغربي. أشكره كذلك على المساهمة دياله في هذا اللقاء معنا. القوانين كما قلنا، لا القانون الدستوري ولا القوانين المنظمة، القوانين التنظيمية ديال الأحزاب، ولا كذلك القوانين المنظمة للمؤسسات الدستورية كالبرلمان والجماعات الترابية، كلها قوانين تؤكد على أدوار الفاعل السياسي وتنبني، يعني هي الوجود ديالها، سبب الوجود ديالها هو والغاية هو تمثيل، يعني وجود هاد الناخبين ووجود هاد المنتخبين ووجود تمثيلية للساكنة. وكما كنعرفوا في أن في المراتب، في المرتبة ديال القانون، في مراتب قانونية الدستور كما سبق لي أكدت في لقاء سابق مع الإخوان ديال الفحص أنجرة، الدستور هو أعلى يعني على مرتبة من الجانب القانوني، ثم كيأتي بعده القوانين التنظيمية، ثم بقية القوانين. عاد كنشوفوا هاد يعني المذكرات ولا الدوريات ولا إذن، فحتى من حيث التراتبية القانونية فما يمكنش شي واحد يجي منع الفاعل السياسي من العمل ديالو، إلا أن هذا الوضع الصحي. ف يعني احنا في البلاد واحد الهيئة وطنية انها تدبر هذه الجائحة في الوقت اللي خرجوا يعني المراسيم ديال القانون ديال الحجر الصحي. لاحظنا اللي كنسجلوا باستغراب هو التنزيل ديالو من مستوى الى اخر. اولا هناك اختلاف من اقليم ومن جهة الى اخرى، حسب الجهات وحسب الاقاليم وحسب حتى المحليات. فهنا كيقولوا يفسروا بالطريقه اللي بغاو هما، يعني هذه القوانين والتنزيل ديالها. وهنا وقع الانحراف في عديد من الاماكن، وهذا الانحراف اللي كان يعني ناتج على قله التجربه ولا عدم السداد في الفهم ممكن ان نتفهمه، ولكن الانحراف اللي كان خاطر والانحراف المقصود، يعني اللي بعض رجال السلطه جاوا باش يصفيوا حسابات مع هيئات منتخبه، وامر سيء جدا وامر كبير، وخاصه الى مشينا للماضي بعض رجال السلطه كنلقاهم بانهم كانوا ابناء احزاب سياسيه، وهذا امر خطير جدا. يعني انه الان يتم توظيف الامكانيات ديال الدوله في وقت الازمه لتصفيه الأحزاب السياسية اللي هي عليها كينباني العمل السياسي في المغرب، هو والأحزاب السياسية والمناضلين ديالها هما اللي كيشكلوا المؤسسات الدستورية الأساسية في البلاد. فكنلقاو شي ناس اللي كيعملوا هذه الانحرافات. نعطيكم غير مثال، دابا حنا الآلات يعني هما اللي كيعطيو لي زورد ميسيون للبلاد، إلا أننا نتفاجأ بعض الأقاليم يتم ضرب عرض حائط هذه الدورية، والحاكمين بين مزدوجتين داخل هذه الأقاليم كيفرضوا الإرادة ديالهم كما يشاؤون بمزاجية، أؤكدها بمزاجية. وهذا هو الخطير، هو أن في الوقت اللي كتمنع أنت مقاول أو تمنع مؤسسة عمومية أنها تمشي تنتقل من مدينة إلى أخرى، تسمح لأشخاص عن طريق الوسائط اللي كتدخل باشخاص انهم يصولون ويزولون وينتقلون بين هذه المدن وبين هذه الاقاليم التي يعني كيكونوا مسؤولين عن التدبير ديالها. هنا كنطرحوا سؤال، هنا هو اللي كيخلينا ناكدوا على الانحراف. حنا كمغاربه حنا ما عندنا حتى مشكل باش يكون هذا القانون طالما ما عندوش الطابع ديالو الجهوي او الاقليمي، لان يعني باقي ما وصلناش لهذه. تكلمتوا على هذه اللجنه الاقتصاديه، الان كاين حديث على ان غيتم التنزيل ديالها على المستوى الجهوي، بدا هذا الحديث ربما يعني حتى التشكيله ديالها سيعلن عنها قريبا، ويكون فيها يعني التشاور الجهوي. اذا هدف يعني ربما في الافق المنظور ان يعني الان يعني التتبع ديال هذه الجائحه والتطور ديالها ربما يوحي للمسؤولين على المستوى المركزي ان الامر يعني خاصه مع بروز عدد من الجهات ومن الاقاليم اللي اما ما تسجلوش المراسم على المستوى الوطني. اذا خصنا نشوفوا النفس ونفس نفس الاجراء ونفس التنزيل ديالو. عندنا حراف وعندنا مهنيين كما قال السي عبد اللطيف
مهنيا اللي لحد الان في مدينه كشف الشاؤون اللي ما قدروش يشتغلوا في حين ما عمرهم سدوه في بلايص اخرى في اماكن اخرى اللي كان فيها انتشار الوباء، ما عمرهم سدوه، كانوا كيشتغلوا وكيدخلوا قدر المستطاع يعني المدخول ديالهم اليومي. حنا لحد الان لازلنا هاد الحرفيين وهاد المهنيين عليهم حصار، وحصار غير مفهوم. الناس اللي كينتقلوا بين المدن لجلب السلاح، واحد نعطيوه وعشرة ما نعطيوهمش، وخصنا دائما الوسائط فيهم. هذا يعني رجعنا للوراء، رجعنا ما قبل البصرة. هادشي خطير جدا باش نلقاو مسؤولين يتصرفون بهذا الشكل هذا في هذا الوقت هذا، في حين ان على مستوى الوطني على مستوى وزاره الداخليه السيد وزير الداخليه كما اكد سابقا في لقاء ديالو في البرلمان في اللجنه ديال الداخليه، اكد بان التدبير ديال الجائحه هو تدبير مشترك، هو تعاون، يعني ان السلطه والمنتخبين المفروض يكونوا يد واحده ويكونوا كيقرروا في المصير ديال الساكنه، لانهم هذه سلطه معينه وهذه سلطه منتخبه وجبت صناديق الاقتراع اللي هي على اساسها النظام السياسي قائم. فهاد الناس هادو ما يمكنش هاد الشيء غيمر، يعني مر الكرام، يجب ان تكون هناك محاسبه، يجب ان تكون هناك محاسبه، نكون واضحين. ماشي واش كيعنيش الا كانت ظهور الوباء في بعض الاماكن يعني كيكون هي مسؤوليه فرديه ديال شي شخص، فالسلطه خصها تقوم بالدور ديالها، السلطه القطاع الصحه والامن الجامعي يقوم بدوره مشكورا، ولكن اذا قدر الله وشاء ان يظهر الوباء هنا وهناك فما كيعنيش انك في الوقت اللي كنتكلموا على المقاوله، احنا سجلنا في يعني في العز ديال 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 الازمه اللي كانت الاعداد كل نهار كنسمعوا اعداد كبيره، كانت كتبان في بعض المقاولات في بعض الاقاليم وسميناها يعني الاوبئه الوباء، يعني البؤر ديال المقاولات، بنتنا بؤر ديال العائلات ثم بؤر ديال المقاولات. ماذا يعني هذا؟ ان المقاولات في اقاليم اخرى تشتغل. حنا عندنا مقاولات صغيره ولا يمكن فقط يعني ورشات صغيره اللي كيشتغل فيها شخص واحد ممنوع، في حين يعني المقاولات اماكن اخرى اللي فيها مئات ديال العمال مفتوحه وكيظهر فيها الوباء وتستمر في عملها ويعالج المرضى والمصاب. فهاد وكذلك يعني حتى على مستوى العمل السياسي والاستشاره، فكان العديد من الاقاليم كنسجلوا ان الفاعل السياسي والمنتخبين في قلب الحداث وفي تشاور مستمر مع رجال السلطه. في اقاليم اخرى يمنعون حتى من الولوج الى الادارات ديالهم. فهذا هاد الانحراف في التنزيل، هذه ماشي لحظه باش الواحد يبدا يمارس فيها النزوات ديالو ديال التسلط، هذه لحظه باش نكونوا يدا في يد كمغاربه، هذه لحظه باش نتعاونوا كاملين. وحتى حنا كاحزاب سياسيه العديد الان من التعاليق كنت نتبع بعض التعاليق الاخوان كيقول لك وشنو درتوا ولا شنو الموقف ديالكم، حنا ماشي في لحظه ديال المواجهه فيما بيننا. حنا كما عبر الحزب في بداية هذه الجائحة قال حنا سنشتغل في صمت في هذه اللحظة هذه، لأن الوباء والانتشار ديالو والخطورة ديالو هي أقوى من أننا ندخلوا في نزاع سياسي. ولكن هذا لا يعني أننا ما غاتكونش لحظة ديال المحاسبة والتقييم للجميع. غادي نقيموا نفسنا حنا كمنتخبين وكفاعلين سياسيين، ويجب كذلك أن نقيم عمل السلطات، لان الوقت اللي كنوقفوا العجله الاقتصاديه وما كتكونش يعني القرارات والقوانين تنص على ذلك، فاننا نعرقل التنميه في هذه المناطق. ما يمكنش نخليو مثلا في المطاعم كتجي كتلقى مطعم واحد او جوج فقط اللي كيشتغلوا كل شيء مسدود، راه الجميع يمكن له يعمل اومبورتي ويمكن يتنظم هذا الشيء. والاسواق كذلك ما يمكنش نجيو نشدو جميع الاسواق واخا تكون كتوفر فيها الشروط ونمشيو لاسواق اخرى لا تتوفر فيها الشروط. فهذا الامر هو الان اللي صعب مناقشه ديالو، وهذا هو اللي كيخلي بالفعل، هنا غنلتحق بالكلام ديال السي عبد الطيف، انا كيخلي مثلا هذاك في الوقت اللي على المستوى المركزي وعلى مستوى البرلمان اللي ما كيحضروش، كيحضروا غير تمثيليات ديال الفرق، كيصعب اننا ننقلوا جميع هذه الهموم الى اعضاء الحكومه باش يعرفوا كيفاش كاين يعني التنزيل على ارض الواقع.
هنا كاين هذا الاشكال. اما يعني اللي فهمت انا يعني من خلال التمثيليه ديال الفروق باشخاص محدودين، يعني المفروض ان جميع النواب لا في مجلس المستشارين ولا في البرلمان انهم يرفعوا التقارير ديالهم لرؤساء الفرق ديالهم اللي هما يحاولوا ما يعني قدر المستطاع يوصلوا هاد يعني الأنشطة الأخرى. يجب أن تستمر في هذه الجماعات الترابية باحترام الشروط الصحية، والشروط الصحية اللي كيشرف على التأكيد ديال أننا محترمينها هي وزارة الصحة، وخص وزارة الصحة بالتقنيين ديالها ولا هذا كاين معطي، وأكيد كاين يعني الآن دلائل وتوجيهات اللي كنعرفوا شنو هي الشروط اللي خصنا نحترموها، ودون ذلك فيعني المفروض يكون العمل مفتوح للجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.